السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي، أنت بتشوف قناة صفا لواد العطور. عطر جديد من العطور المميزة اللي احنا طبعا بنقدمها في القناة، مميز جدا بالمواصفات بتاعته. العطر موجه بشكل كبير جدا للرجال، يصلح كمان للنساء، ولكن من شركة بلغاري هي مقدمة العطر للرجال، هو عطر رجالي من العطور فعلا اللي بتتميز بالفخامة، وفي نفس الوقت بتساعدك على التركيز. جهز كوباية القهوة بتاعتك وتعالى نشوف المكونات العطرية اللي معانا موجود فيها ايه. بداية افتتاحية العطر، وعطر بلغاري من شركة بلغاريا، العطر افتتاحية العطر من الحمضيات. اوقات كتير جدا بنحب ان يعني في وقت الشغل وضغط العمل بالنسبة لك، فانت بتحب ان تستخدم عطر يكون يساعدك على التركيز ويحسن الحالة المزاجية بتاعتك. العطر بيدخل في عندك قرار مهم جدا لازم تاخده، بتحتاج تفكير وعمق في التفكير، فبالتالي من المواد المساعدة بالنسبة لك العطر بتاعك، بيأثر بشكل كبير جدا على الحالة النفسية بتاعتك. طيب ده ياخدنا ان احنا دايما نشوف افتتاحية العطر ونشوف الحمضيات هتكون تعمل ايه في العطر. اولا هنا احنا بنتكلم على ليمون وكمان البرتقال، زهرة البرتقال وقشر البرتقال وقشر الليمون، ده كمان ده في مقدمة العطر. كمان او الكزبرة، الكزبرة مهم جدا برضو افتتاحات العطر، بتدي لك نوع من انواع التوابل المميزة، وفي نفس الوقت مع الحمضيات بيكون ليها انطباع مميز جدا في بداية العطر. طيب سريعا ما هيجي لك اشجار السرور. اشجار السرور مش هتظهر معاك كتير، خشب الارض اللي هيكون ظاهر معاك شوية في هنا في وسط العطر. بعد كده نجيل الهند، نجيل الهند طبعا بتشوفها في يعني عطور كتير جدا خصوصا عطور أوروبية. نجيل الهند برضو بتكون من الروائح المميزة اللي بتجيلك فعلا، بتدخل طبعا النوتة العطرية يا جماعة، لما بتكون نجيل الهند موجودة في النوتة العطرية، موجود فيها الحمضيات، موجود فيها الأخشاب، بتكون مميزة أكتر. غير كده بتكون يعني شوية بتكون مختلفة في العطر معاك، ده هيدي لك افتتاحية العطر انطباع جيد جدا، اداء العطر اداء كويس. العطر بالغير الاخضر ده يعني العطر الاخضر ده فعلا من العطور فعلا اللي اثبتوا البراعة بتاعتهم فيها. العطر تم اطلاقه في 2018 لمصمم العطر اسمه البرتو. البرتو الحقيقة العطر مسمع جامد جدا، و وشايف عليه ريفيو عالي جدا من المواقع، برضو قوة شراء عالية جدا يعني. كمان انا هسيب لك رابط اسفل الفيديو لو انت حابب ان تحصل عليه، وكمان لو انت استخدمته تقدر تقول لنا رأيك كمان في الكومنتات. طيب هنا انا بتكلم على قاعدة عطرية، دايما بنصح ان انت تشتري دايما على القاعدة العطرية. القاعدة العطرية فيها ايه؟ فيها الجاوة، فيها البنزوين او الجاوة. الجاوة يعني ده حاجة وده حاجة. الجاوة يا جماعة اقرب جدا الجاوة واللبان العربي، اللبان العماني مستخرج من عمان، مميز جدا فعلا من الزيوت العطرية النقية الهادية اللي بتساعدك. طيب هنا خلينا بس ملحوظة مهمة جدا، هنا احنا بنتكلم على فوق الاخشاب وبعد كده الجاوة. الجاوة او اللبان او زيت اللبان مع الاخشاب بتدي انطباع جيد جدا. يعني بداية خلينا نقول لك على الترابط الأفق والترابط العمودي. الترابط العمودي بين النطاط العطرية هتشوف قشر الليمون، هتشوف كمان الخشب اللي احنا قلنا عليه، الأخشاب، مجموعة الأخشاب، موجود خشب الأرز. القاعدة العطرية هنشوف فيها اللبان، ده اسمه ترابط عمودي. الترابط الأفق اللي أنا ذكرته لك في البدايات اللي هو ده الترابط الأفق. الترابط العمودي والترابط الأفقي مهم جدا. هنا الترابط العمودي مميز جدا، أنا شايفه من العطور فعلا المميزة اللي انت لما بتستخدمها تحس بالهدوء. يعني انت عايز عطر يساعدك على القرارات المهمة في حياتك، استخدم العطر ده، يعني بدون مقارنة استخدم العطر ده من العطور الراقية جدا. وهنا ياخدنا نقطة ان العطور مش حاجة مسكرة وخلاص، يعني زي ما بنقول، لا، العطور فعلا بتكون يعني شيء مميز وكمان راقي، يرتقي ان انت تستخدم العطر. ما ينفعش ان انت تكون شخصية كبيرة او شخصية مؤثرة في المجتمع او شخصية قيادية وان انت تستخدم عطر سويتي بحت. طبعا هو بالنسبة لك ممكن يكون كويس، لكن بالنسبة لكل الطباع اللي حواليك لا، مش هيكون كويس خالص، وكمان هيدي عدم ثقة فيك.
فدايما تختار العطور اللي تكون مناسبة لعطور اللي تكون مناسبة لشخصيتك وكمان مناسبة للحدث اللي انت موجود فيه. انا شايف ان العطر مناسب. كمان تقدر تسيب لنا رأيك في الكومنتات لو انت استخدمت العطر. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.